للوقوف عند تطورات المشهد في الأراضي الفلسطينية ينضم إلينا عبر سكايب من الضفة الغربية أستاذ القانون الدولي الدكتور رائد بدوية، وعبر سكايب من الضفة الغربية عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد. مرحبا بكما ضيفي في بانوراما الرافدين. أبدأ معكم دكتور رائد بدوية في اليوم 58 بعد 100 للعدوان. يعني جيش الاحتلال يكثف غاراته على مناطق متفرقة من القطاع، وأيضا يرتكب الكثير والعديد من المجازر في كل يوم. دكتور رائد، ما مدى تأثير هذه المجازر على مسار المفاوضات لوقف إطلاق النار؟ مساء الخير إلى كل الضيوف وكل المشاهدين. مسار المفاوضات لإجراء صفقة وإطلاق النار بعتقد أنها وقفت تقريبا، خاصة أنه حركة حماس وضحت عبر ناطق باسم رئيسها ورئيس المجلس السياسي تبعها اللي هو السيد إسماعيل هنية، وضحت بشكل واضح جدا بأنه لا وقف إطلاق النار أو صفقة أسرى بدون ضمانات دولية في إنهاء العدوان على قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، هذا بالإضافة إلى موضوع الإعمار وموضوع عودة النازحين الداخليين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أعتقد أنه هذا الموقف يعني وضحه السيد إسماعيل هنية بشكل لا لبس فيه قبل يوم أو يومين، وفي المقابل هناك رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يصر، مش بس يصر، لكن هذا أصلا من مصلحته السياسية ومصلحة ائتلافه الحكومة أن لا تنتهي العملية العدوان على قطاع غزة في الوقت القريب، وخاصة أنه يصر على موضوع اجتياح رفح. هسه قد تخف مستوى العمليات العسكرية نوعا ما بالمقارنة مع ما قبل رمضان، أثناء رمضان، استرضاء للإدارة الأمريكية واسترضاء للأنظمة الصديقة إنجاز التعبير، ولكن أعتقد أنه بعد رمضان سيستأنف نتنياهو، سيستأنف جيشه موضوع الاعتداء على 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 رفح، وكل المؤشرات حاليا تشير انه خاص على الارض في قطاع غزه، سواء من فتح طريق في منتصف قطاع غزه يقطع قطاع غزه الى نصفين، الجزء الشمالي والجزء الجنوبي، عبر ثلاث مسارات، اضافه الى الرصيف العسكري اللي اعلن عنه بايدن واللي بلش اقامته كمعبر مائي ما بين قبرص وقطاع غزه. اعتقد هذه مؤشرات ميدانيه تدل الى بقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. هسه صحيح بعد انتهاء العمليات العسكرية المكثفة واضح أن الاحتلال الإسرائيلي لا ينوي الانسحاب، أو على القليل يريد السيطرة وإبقاء السيطرة الأمنية في قطاع غزة، سواء عبر قطع هذا القطاع وقسمه وقطعه إلى نصفين، أو حتى عبر استخدام الممر المائي المنوي كبديل عن معبر رفح، وكلاهما تحت السيطرة الأمنية، وكلاهما يدل على نية إسرائيلية مبيتة لإبقاء السيطرة الأمنية على قطاع غزة حتى بعد انتهاء العدوان. طيب، هذا يعني أنه هذا لا يتجاوب مع المطالب اللي قامت فيها حماس، وبالتالي لا أعتقد أنه في هناك أي صفقة قادمة في المستقبل المنظور. أستاذ عبد المجيد، أجدد الترحيب بكم. يعني طبعا بالتزامن مع المجازر المستمرة في غزة، لا يزال الاحتلال يمارس اقتحاماته وانتهاكاته ضد المدنيين في الضفة الغربية، ولكن السؤال الذي لابد أن يطرح هنا في هذه النقطة تحديدا، يعني ما هدف الاحتلال من أن يرفع من وتيرة الانتهاكات في الضفة الغربية بالتزامن مع السعي لوقف الحرب في قطاع غزة؟ ما السبب في ذلك؟ تحية لك ولضيفك الكريم، والتحية للمشاهدين، والرحمة لأرواح شهدائنا الأبطال، والتحية للمقاومة التي تسطر أروع ملاحم التحدي والصمود أمام همجية هذا العدوان الصهيوني في قطاع غزة. يعني الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية من اللحظة الأولى لبداية معركة طوفان الأقصى، وأيضا قبل بداية هذه المعركة بعامين، والجميع كان يرى المجازر و أيضا الاغتيالات التي كان يرتكبها ضد المقاومين الفلسطينيين والشباب الثائر في الضفة، وكان يتحدث بأنه يريد إخماد الانتفاضة، كان يتوقع بأنه ستكون هناك انتفاضة قريبة تشتعل في الضفة الغربية، وكان يستبق هذه الأحداث قبل أن يعني تشتعل هذه الانتفاضة، كان يغتال لقادة المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وأيضا إلى الشباب الثائر، ورأينا
كل هذه الإجراءات التي قام بها الاحتلال الصهيوني والجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في الضفة الغرب مدن الضفة الغربية وأيضا مخيمات الضفة الغربية، إلا أن المقاومة الفلسطينية صامدة، والمقاومة الفلسطينية يعني كلما كان يغتال لقائد من قادة المقاومة الفلسطينية كانت تخرج عملية فدائية في داخل أراضينا المحتلة وأيضا في القدس، القدس العاصمة، من بداية معركة طوفان الأقصى، وهناك أكثر من عملية بطولية وفدائية نفذتها المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية واليوم في الضفة الغربية وأيضا في أراضينا المحتلة وأيضا في القدس العاصمة، القدس التي الاحتلال الصهيوني هناك يشدد حصار خانق على القدس ويمنع الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى، والجميع رأى الإجراءات المشددة على المسجد الأقصى التي فرضها الاحتلال الصهيوني أمام يعني ونحن في بداية الشهر الفضيل شهر رمضان، والجميع يعلم أن المصلين دائما يعتكفوا بالآلاف بالمئات والآلاف يعتكفون في المسجد الأقصى وأيضا يرابطون في المسجد الأقصى دفاعا عن أيضا عن المسجد الأقصى من المغتصبين الصهاينة الذين قبل يومين اقتحموا المسجد الأقصى وحاولوا أن يستفزوا مشاعر المسلمين من أجل أن يعني استفزاز مشاعر المسلمين في وإشعال حرب دينية بين العالم وبين هذا الاحتلال الصهيوني. اليوم الاحتلال الصهيوني من جديد يشدد على الضفة الغربية، والجميع رأى عملية الاغتيال التي قام بها الاحتلال الصهيوني مساء يوم أمس في مدينة طول كرم لأحد قادة المقاومة الفلسطينية، ويحاول اليوم قبل يعني أن تنتهي معركة قطاع غزة مع المقاومة الفلسطينية أن يحاول بالقدر الأمكن أن يقضي على جيوب المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، لأننا كنا نرى دائما المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة كانت تشكل رادع للاحتلال الصهيوني عندما كان يقتحم لأي مخيم في الضفة الغربية أو يقوم باغتيال لقادة المقاومة الفلسطينية وأيضا للمقدسات في القدس وأيضا في الحرم الإبراهيمي وفي الضفة. طيب كانت المقاومة الفلسطينية نعم. توجه رسائل من طيب. نار للاحتلال الصهيوني. دكتور رائد بدوية، يعني من خلال متابعاتكم كيف تقيم الجهود المبذولة على مستوى مواصلة المفاوضات، خاصة يعني هناك تراجع في الشفافية من قبل الاحتلال وعدم الثقة، لا سيما مع تصريحات لوزارة الخارجية القطرية بأنها تسعى جاهدة لوقف دائم لإطلاق النار؟ صحيح، يعني الجهود القطرية تسعى لوقف دائم، ولكن الموقف الإسرائيلي واضح والحكومة الإسرائيلية واضحة. أنا لا أعتقد أن نتنياهو سيقبل بأي فكرة لوقف دائم لإطلاق النار، لأنه مستقبله السياسي ومستقبل حكومته السياسي، تنساش أنه في هناك أحزاب يمين متحالفة مع نتنياهو في حكومته وترفض فكرة وقف إطلاق النار. لن يخاطر نتنياهو بهذه الحكومة. أعتقد أن وقف إطلاق النار بشكل دائم هذا أمر مرفوض. إسرائيل كانت تحاور وتناور من أجل الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل هدنة مؤقتة، وهذا كان موقفها من البداية، وهذا من شأن أنه يطيل عمرها السياسي أكثر وأكثر ويطيل عمر نتنياهو السياسي أكثر وأكثر حتى يعود بعد الهدنة المتوقعة لاستئناف عملياته العسكرية على قطاع غزة. أعتقد لو أقدمت حماس على خطوة من النوع ووافقت على هدنة مؤقتة وإفراج عن جزء من الأسرى الإسرائيليين، بعتقد أنه يعني حماس أيضا ستذهب بنفسها إلى حبل المشنقة تجاه الإسرائيليين وتجاه الجيش الإسرائيلي، لأنه حقيقة الأسرى الإسرائيليين هم مركز ضغط رابحة وكبيرة جدا بيد حركة حماس، وبالتالي لن تستغني عنها بهذه السهولة بدون أن تدفع الاحتلال الإسرائيلي ثمن خاصة ما يتعلق في الثمن الانسحاب من قطاع غزة ووقف العدوان. أعتقد أنه يعني كل المناورات، حتى الولايات المتحدة الأمريكية حاولت بالفترة الأخيرة أن تضغط تجاه هذه الصفقة المؤقتة ووقف مؤقت لإطلاق النار خاصة في رمضان، حاولت أن تعتمد أو حاولت أن تتبنى مشروع قرار في مجلس الأمن يتبنى الرؤية الأمريكية الإسرائيلية فيما يتعلق بهدنة مؤقتة، ولكن أعتقد أنه حماس بيّنت موقفها بشكل واضح وصريح بأنه لا هدنة مؤقتة ولا إفراج مؤقت دون أن تكون نهاية هذه العملية التفاوضية في المراحل الأخيرة اللي هو إعلان انسحاب الإسرائيليين، وقف العدوان وإعلان انسحاب الإسرائيليين من قطاع غزة. أعتقد أنه الأمر يعني معقد
لدرجة أنه لا أعتقد أنه ممكن الخروج من هذا المأزق التفاوضي. هلا ممكن في حال وحدي، ممكن أعتقد أنه حماس قد تقبل وجود ضامنين دوليين وتحديدا ضامنين غربيين وضامنين إقليميين تضمن إسرائيل في إنهاء عملياتها العسكرية، ولكن حتى اللحظة الوفد الأمريكي وحتى الحكومة الأمريكية تتوافق مع الإسرائيليين فيما يتعلق في الهجوم على حماس والقضاء على حكم حماس. صحيح مش متفقة معهم على موضوع القضاء على حماس، ولكن تتفق على موضوع القضاء على حكم حماس، وبالتالي الأمريكان موقفهم يتقاطع بشكل كبير جدا مع الموقف الإسرائيلي فيما يتعلق بالمقاربة الأمنية لقطاع غزة. فكل هذه المواقف الموجودة حاليا ما أعتقدش أنه هناك راح يكون في هناك تقدم بالمفاوضات في الأيام أو حتى في الأسابيع القادمة. أستاذ عبد المجيد، هل هناك مشكلات حقيقية تواجه المفاوضات، يعني من وجهة نظركم، وذلك من أجل التوصل لحل دائم سواء لوقف إطلاق النار أو صفقة تبادل الأسرى؟ يعني المقاومة الفلسطينية من اللحظة الأولى وهي وضعت شروط لأجل إتمام صفقة تبادل بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الصهيوني، وكانت واضحة هي تبييض السجون. هناك من الأسرى الفلسطينيين ومقاومين فلسطينيين يدافعوا عن كرامة الأمة العربية والإسلامية أجمع، وأيضا يدافعوا عن المسجد الأقصى وعن أرضهم وعن عرضهم. لهم في سجون الاحتلال الصهيوني أكثر من 30 عاما و35 عاما و40 عاما. أنا التقيت في هؤلاء الأسرى، وهناك منهم عندما التقيت قبل يعني أكثر من 10 أعوام، هناك لهم بعضهم الذي أمضى في سجون الاحتلال 30 عاما واليوم له 40 عاما ولم يسأل عنه أي. يعني هؤلاء الذين سارعوا في بداية هذه المعركة من أجل أن يدينوا هذه العملية البطولية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ومن أجل أن يساندوا الاحتلال الصهيوني، لم نسمعهم عند يتحدثوا عن هؤلاء الأسرى الذين هم يدافعون عن أرضهم، يعني أرض مسلوبة سلبها الاحتلال الصهيوني منذ 75 عاماً. وهؤلاء الذي لهم الآن المقاومة الفلسطينية شروطها واضحة: تبييض السجون، المسجد الأقصى، هناك شروط للمسجد الأقصى، وأيضا ما يحدث الآن على الأرض في قطاع غزة، الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وأيضا التسهيل يعني لإدخال المساعدات والمعونات وأيضا إعادة الإعمار إلى قطاع غزة. ولكن نحن نتحدث بوضوح بأن هذا نتنياهو وهذه الحكومة النازية، هذه الحكومة العنصرية التي جرت جر الجمهور الصهيوني إلى المهلكة وإلى الحرق، اليوم يحاول يعني عرقلة هذه المفاوضات من أجل أن يمد أمد هذه المعركة ويبقى على رأس الحكم، لأنه يعلم جيدا في حال انتهت المعركة بين المقاومة الفلسطينية وبين الاحتلال الصهيوني الأمور واضحة، نتنياهو فشل في جميع الوعودات التي وعدها من بداية هذه المعركة، إعادة الأسرى الصهاينة الذين الآن هم في يد المقاومة الفلسطينية، حفظ الأمن كما يقول حفظ أمن المغتصبين الصهاينة والمغتصبات والمستوطنات التي هي في محيط قطاع غزة، وأيضا عدم إطلاق صواريخ المقاومة من قطاع غزة. لأن اليوم ندخل في الشهر السادس، لن يحقق أي شيء من هذه الوعودات التي وعدها على الأرض، بل المقاومة الفلسطينية تعرض كل يوم فيديوهات لانتصارات لها. كما قلنا نحن دائما بأن انتصار المقاومة الفلسطينية هو بدأ من معركة 7 أكتوبر، عندما بدأت هذه العملية البطولية انتصرت المقاومة الفلسطينية بهذه العملية النوعية والبطولية التي يعني تكتب في التاريخ الفلسطيني والتاريخ العالم بشكل عام. هذه عملية بطولية. اليوم نتنياهو يعلم جيدا أنه سيذهب إلى المحاكمة في حال انتهت هذه المعركة، وممكن أن تؤدي هذه المحاكمة إلى سجن هذا نتنياهو، لأنه فشل في إدارة هذه الحكومة، وأيضا جرى الشعب الصهيوني وأيضا الجمهور الصهيوني إلى الويلات، كما نرى الآن المسيرات التي تخرج في الداخل أراضينا المحتلة من هؤلاء الصهاينة الذين يضغطون على نتنياهو من أجل أن يقبل بصفقة وإعادة أبنائهم أيضا، وبأجل أن يسحب هذا الجيش الصهيوني من قطاع غزة. للعلم للتوضيح، هو يعني هذا الجمهور الصهيوني الذي يخرج
في الشوارع وللضغط على نتنياهو من أجل أن يسحب الجيش، هو ليس خوفا على دماء الفلسطينيين، بل من أجل أن لأنه يعلم جيدا بأن أبنائه الذين هذا الجيش الصهيوني الذي يذهب ليرتكب المجازر ضد الفلسطينيين العزل توجهه المقاومة الفلسطينية، ويعود الجندي إما قتيلا وإما مصاب، وهناك إعاقة دائمة له في ستراهقه طول عمره، ومن أجل خوفا على أبنائهم هم وليس خوفا على الفلسطينيين. ورأينا الانتصار الذي حققته هذه الحكومة النازية وهذا الجيش الصهيوني عندما عرض قبل أيام، عرضت على وسائل الإعلام في بداية المعركة كيف قتلوا المسن الفلسطيني عندما اقتحموا منزله وقتلوا المسن الفلسطيني. ألا يخجل هذا الجيش وهو يقتل هؤلاء يعني الشيوخ والكبار في العمر وغير قادر أن يقاوم المقاومة الفلسطينية التي تلحق به الخسائر كل يوم، إن كان في خسائر بين الجيش وبين آلياته؟ نعم. هذه نعم وهذه يعني أنا أتوقع بأن في هذه الأيام يعني الصفقة أصبحت بعيدة يعني حتى هذه اللحظة، إلا كان هناك أي بعض من المبادرات الجديدة التي ستطرحها من قبل الوسطات. دكتور رائد، من الملاحظ أن المقاومة بشهادة الوسطاء تبدي مرونة في مسألة وقف إطلاق النار، ولكن ما هي الخطوات التي يجب على الاحتلال اتخاذها لكي يتوقف إطلاق النار في قطاع غزة وبقية المدن؟ أعتقد أن النقطة الأساسية اللي تصر عليها حركة حماس وما دون ذلك تبدي عليها مرونة، النقطة الأساسية اللي هي وجود ضمانات بانتهاء العدوان على قطاع غزة، لأنه في اللحظة اللي تستطيع فيها إسرائيل إجراء صفقة مؤقتة للإفراج عن إسرائيليين في قطاع غزة، هذا من شأنه أنه يمد بعمر، هذا بيكون أهداف سياسية، وهذا من شأنه أنه يمد بعمر حكومة نتنياهو سياسية، وأن يستأنف عملياته العسكرية لاحقا. هذا يعني أنه ما في هناك نوايا إسرائيلية فعلا من أجل وقف إطلاق النار ووقف العدوان على قطاع غزة، وبالتالي لا جدوى لدى حماس من تقديم عدد من الأسرى والإفراج عن عدد من الأسرى مقابل أيام من الهدنة. أعتقد أنه هذه النقطة الأساسية، وهذا مستبعد من الجانب الإسرائيلي حقيقة، لأنه الكل يدرك، حتى الجمهور الإسرائيلي وحتى الإدارة الأمريكية تدرك ذلك، والمعارضة السياسية في إسرائيل تدرك ذلك، بأن نتنياهو شخصيا ومستقبله السياسي ومستقبل حكومته اليمينية مرتبط ارتباط وثيق في موضوع عدم وقف إطلاق النار، وبالتالي إطلاق النار واستمراره بالنسبة لنتنياهو هو مصلحة سياسية أكثر ما أنها تكون مصلحة للكيان الإسرائيلي ككل. عشان هيك صعب، يعني صعب لحماس أنها تقبل إجراء أي صفقة مؤقتة حتى تستأنف فيما بعد إسرائيل هجماتها العسكرية واعتداءها العسكري على حركة حماس وعلى السكان وما إلى ذلك. أعتقد هذا، وهذا ممكن يحصل في حالة واحدة، إنه ممكن إنه الإدارة الأمريكية، وخاصة إنه كل ما اقتربنا من موعد الانتخابات الأمريكية الداخلية الرئاسية، كل ما زادت توترات المنطقة في الشرق الأوسط أكثر وأصبحت المنطقة أكثر سخونة، كل ما كان هذا تهديد للمصالح الأمريكية. بعتقد في هذه الحالة ممكن الإدارة الأمريكية تقتنع بضرورة الضغط على إسرائيل من أجل وقف العمليات العسكرية، أو على القليل أخذ ضمانات أو إعطاء ضمانات لحركة حماس إنه إسرائيل ستقف في النهاية على أساس العمليات العسكرية وستنسحب من قطاع غزة، لأنه حتى اللحظة، حتى موضوع الانسحاب من قطاع غزة لا أعتقد أنه هذا من ضمن البرنامج والرؤية السياسية لنتنياهو فيما يتعلق في حكم القطاع. كل البوادر على الأرض تشير أنه نتنياهو سيبقى في قطاع غزة على القليلة، سيبقى السيطرة الأمنية لقطاع غزة، وإن كان هناك نوايا للتخلي عن الإدارة المدنية في قطاع غزة للفلسطينيين أو للسلطة الفلسطينية، ولكن لن يتخلى عن السيطرة الأمنية على قطاع غزة، وهذا لا يتناسب بالمطلق مع مطالب حركة حماس. من الضفة الغربية أستاذ القانون الدولي الدكتور رائد بدوية، وعبر سكايب من الضفة الغربية عضو المجلس الثوري لحركة فتح الانتفاضة عبد المجيد شديد، شكرا جزيلا.